بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنشتغل مادة مبادئ التفاوض Principles of Negotiation Chapter 2 Strategy and Tactics of Distributive Bargaining Lecture 5 Chapter رقم 2 الاستراتيجيات والتكتيكات للتفاوض التوزيعي محاضرة رقم 5. في الشكل اللي قدامنا علاقة ما بين You Output Importance و Other Output Importance، أهمية نتائج الطرف الأول في التفاوض وأهمية نتائج الطرف الثاني أو الطرف الآخر في التفاوض. لو كان الطرف الأول في التفاوض يهمه نتائج ونتائج الطرف الثاني، في الحالة دي بيكون التفاوض win-win وبيكون الطرف collaboration أو متعاون. ولو كان بيهمه نتائجه عن نتائج الطرف الثاني، في الحالة دي بيكون التفاوض win-lose وبيكون الشخص تنافسي أو الطرف الأول بيكون تنافسي. ولو كان بيهمه نتائج الطرف الثاني عن نتائجه هو، بيعمل لوز وين او موقف تفاوضي بيكون لوز وين. في الحاله دي بيكون الشخص اكوموديشن او استيعابي. اخر حاجه وده أسوأ حاجه، لو كان الشخص لا يهمه نتائجه ولا نتائج الطرف الثاني، في الحاله دي بيكون الموقف التفاوضي او التفاوض لوز لوز، وبيكون الطرف في الحاله دي افويدنس او تجنب. بوزيشنز تيكن ديورينج نيجوشيشنز، المواقف المتخذه اثناء التفاوض. في 5 مواقف بيمر بهم التفاوض. موقف رقم 1 opening offers، العروض الافتتاحية. where will you start، هتبدأ منين. العروض الافتتاحية إما أن تكون عروض معقولة أو مقبولة من الطرفين أو عروض مبالغ فيها. في حالة العروض الافتتاحية المبالغ فيها بتعطي حرية حركة أكبر لك كمفاوض، ويمكن أن تعطي انطباعات للطرف الآخر. رقم 1 بصعوبة التفاوض معاك. رقم 2 طول مدة المفاوضات. رقم 3 لابد من تقديم تنازلات. رقم 4 ان تقدير الطرف الثاني للموضوع خطأ. رقم 5 الغاء عملية التفاوض. رقم 6 ان التفاوض يتسم بالعدوانية. رقم 2 الopening stance اللي هو الموقف الافتتاحي. What's your attitude، ما هو الانطباع الممارس في بداية التفاوض. هل هو انطباع competitive، انطباع تنافسي ان الطرف بيدقق في كل كلمة، ولا مديريت معقول مقبول ان انت بتتقبل الرأي والرأي الاخر وبتسعى للحصول على مميزات. وكل ما كان موقف المفاوض او موقف التفاوض او المساومة الافتتاحي موقف ودي ولطيف مع الطرف الثاني، كل ما كان رد فعل الطرف الثاني معقول ومناسب. والعكس، كل ما كان موقف المساومة او موقف التفاوض الافتتاحي صارم وتنافسي، نفس الكلام بتكون رد فعل الطرف الثاني رد فعل تنافسية وصارمة. رقم 3 الانيشال كونسيشنز اللي هو التنازلات الأولية. should any be made if so how large، سؤال مهم، هل لابد من وجود تنازلات، وإن وجدت التنازلات بتكون لأي مدى. في الغالب العروض الافتتاحية بتقابل بعروض مضادة، بتكون عروض عكس العروض الافتتاحية، واللي بيحدد العروض ديت هي نطاق المساومة أو نطاق التفاوض الأول. وفي بعض الأحيان بيكون العرض الافتتاحي غير مقبول كليا، وبيكون الطرف الثاني بيطلب من الطرف الأول أو الطرف صاحب العرض الافتتاحي الأول العودة عن عرضه إلى عرض أكثر عقلانية من المقترحات أو من المقبول. أما العروض الافتتاحية المعتدلة أو المعقولة أو المتعاونة أو المناسبة فبتعطي مرونة أكبر للتفاوض. وعلشان كده في أسباب للمفاوضين إن هم يتبنوا المواقف الافتتاحية المرنة. 3 أسباب. رقم 1 إن ده بيمكن أطراف التفاوض من التعرف على أهداف بعضهم البعض. رقم 2 إن قد يرغب المفاوضين على أن تكون العلاقة بينهم علاقة تعاونية وليست علاقة تنافسية أو علاقة صارمة أو علاقة التفاوض المرة الواحدة، بحيث ان هم يحصلوا على اتفاق افضل، وان العلاقات ما بينهم تكون مستمره لاكثر من عمليه تفاوض او اكثر من عمليه معامله. رقم 3 ان المرونه بتساعد على ابقاء المفاوضات مستمره. الموقف رقم 4 في التفاوض the role of concessions اللي هو دور التنازلات. without them there is either capitulation or deadlock، بدون التنازلات بيتولد الاستسلام او الجمود. المفاوضين بيكونوا أقل رضاً عند قبول الطرف الآخر العرضهم الافتتاحي الأول، لأن هم بيشعروا بأن إمكانهم تحقيق نتائج أفضل أو اتفاق أفضل. وكل ما كان العرض الافتتاحي قريب بعيد عن نقطة مقاومة
كل ما ده أعطى مساحة كافية للتفاوض وللمساومة ولتقديم التنازلات. والمفاوضين لا يفضلوا أسلوب ticket or leave it اللي هو أسلوب إما أنت بتقبل الصفقة أو التفاوض على ما هو عليه، وإما الخيار الثاني اللي هو ترك المفاوضات أو إنهاء التعامل نهائيا. رقم 4 patterns of concession making نمط تقديم التنازلات the pattern contains valuable information أسلوبك في تقديم التنازلات يعطي معلومات مهمة عن موقفك التفاوضي. على سبيل المثال لو أحد الأطراف بيقدم تنازلات أو تنازل بسهولة عن بند من البنود أو عن شرط من الشروط، فده بيدي انطباع للطرف الآخر بأنه الطرف اللي هو قدم التنازل ده كان كسبان أو كان إلى حد كبير رابح في موقفه التفاوضي، فبيضغط أكتر في المفاوضات. والعكس لو كان نمط تقديمك للتنازلات صعب فده بيدي انطباع على ان انت الى حد ما في موقف صعب او في موقف غير رابح. رقم 5 واخر حاجة الفاينل اوفرز ميكينج ا كوميتمنت اللي هو العرض النهائي التعهد او الالتزام اللي هو عملية الاتفاق او كتابة الاتفاق. طيب كوميتمنتس التاكتيكال كونسيدريشنز الاساليب المعتبرة في استخدام التعهدات. في حالة التعهدات يا شباب في حالتين، اما ان انت تريد انشاء التعهد او الالتزام أو أن أنت تمنع الطرف الآخر من التعهد أو الالتزام. في الحالة الأولى establishing a commitment اللي هو أثناء إنشاء التعهد أو الالتزام، علشان تنشئ التعهد أو الالتزام لازم الجملة أو الطريقة بتاعتك تتضمن ثلاث حاجات، الجملة التي تنطوي على الالتزام تتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، رقم 1 finality النهائية، رقم 2 specificity تحديد، رقم 3 consequences اللي هو الأثار أو العواقب أو اللي ترتب على الالتزام. على سبيل المثال إن أنت تقول للطرف الثاني إن الصفقة مقبولة من الشركة في حالة إعطاء خصم مقداره 10% أو 15% وإلا الصفقة لن تتم. طيب الحالة الثانية لو في حالة إن أنت عايز تمنع الطرف الثاني من الالتزام قبل الأوان، قبل مثلا إن أنت لحد دلوقتي ما حصلتش على النتائج المرجوة من التفاوض. Their commitment reduces your flexibility. الالتزام قبل الأوان بيقلل من مساحة المرونة الموجودة بين الطرفين في التفاوض. Ways to create a commitment. طرق إنشاء الالتزام أو التعهد. في 4 طرق علشان نلزم الطرف الثاني أو علشان نعمل عملية إنشاء الالتزام أو التعهد. رقم 1 public pronouncement اللي هو التصريح المعلن. على سبيل المثال استخدام الدعاية والجماهير مثل المؤتمر الصحفي أو الإضرابات. رقم 2 linking with an outside base الربط مع قاعدة خارجية زي مثلا تجمع عمال في مؤسسة معينة أو في شركة معينة والتقدم بشكوى لمكتب العمل. رقم 3 increase the prominence of demands التركيز على الطلبات تحويل الطلبات الشفهية إلى طلبات مكتوبة. لو مثلا انت في الموقف التفاوضي في بنود مهمة بالنسبة لك او في شروط مهمة بالنسبة لك وعايز تأكد على البنود دي او على الشروط دي، فانت بتحول الطلبات اللي انت عايزها او الشروط دي مثلا من مجرد طلبات شفهية لطلبات مكتوبة، ان انت بتكتبها بتكتب التزام او بتكتب تعهد او ان انت بتكتب الجمل المهمة بخط تعريض او ان انت بتحط خط تحت الجمل المهمة. رقم 4 reinforce the threat or promise دعم التهديد أو الوعد. على سبيل المثال إن العمال في أحد المواقع تقوم بتهديد بالوقف العمل فورا إذا لم يحصلوا مثلا على الزيادة المقررة في رواتبهم. commitments tactical considerations الالتزامات أو الاعتبارات التكتيكية. ways to abandon a committed position طرق التخلي عن الموقف الالتزامي. ما اتكلمنا قبل كده إن أنت إزاي إيه هي الطرق اللي تقدر تلزم بيها الطرف الثاني. طب في حالة ان انت عايز تهرب من التخلي عن الالتزام في 4 طرق. رقم 1 plan a way out التخطيط المسبق للتخلي عن الالتزام. مهم جدا يا شباب في التفاوض ان يكون لك خطة انسحاب من المفاوضات في حالة عدم تحقيق النتيجة المرجوة. رقم 2 let it die silently اللي هو ان انت تسيب الالتزام يموت بهدوء. رقم 3 restate the commitment in more general terms ان انت تعيد صياغة الالتزام تعيد كتابته او تعيد التحدث او مناقشة الالتزام. رقم 4 minimize the damage to the relationship if the other backs off تقليل الاضرار على العلاقات بينك وبين الطرف الثاني.
طيب closing the deal إتمام الاتفاق. في خمس طرق لإتمام الاتفاق. رقم واحد provide alternatives اللي هو تقديم البدائل. رقم اثنين assume the clause افتراض إتمام الاتفاق. رقم ثلاثة split the difference تقاسم الفرق. على سبيل المثال لو في أنت في عملية تفاوض بيع وشراء وأنت البائع مثلا وعايز تبيع السلعة بتاعتك ومصمم إن أنت تبيعها وليكن بمئة ألف والمشتري مصمم إن هو يشتريها بتسعين ألف. عملية بقى تقاسم الفرق إن أنت الفرق اللي ما بينكم اللي هو العشر تلاف أنتوا الاثنين تتقسموه. أنت مثلا عشر على الاثنين فيها خمسة فأنت تتنازل عن خمس تلاف وهو يتنازل عن خمس تلاف فمثلا يبقى المتوسط ما بين المية والتسعين خمسة وتسعين ألف. رقم أربعة exploding offers العروض الانفجارية بأن أنت مثلا في خلال عملية التفاوض تعلن فجأة قبولك لشروط الطرف الثاني أو طلبات الطرف الثاني بدون أي مقدمات أو بدون مثلا أي مناقشة. رقم خمسة deal sweeteners تقديم المحليات إن هو أن أنت تظهر للطرف الآخر بأن هو الرابح وأن هو الكسبان من خلال عملية التفاوض وأن أنت الخاسر وأن ما فيش عائد أو فايدة عائدة عليك من خلال عملية التفاوض. dealing with typical hardball tactics التعامل مع أساليب التفاوض الضغط. في التفاوض والتوزيع يا شباب في أربع في ثمان أساليب بيتم استخدامهم من أحد الأطراف وبنسميها typical hardball tactics اللي هي أساليب التفاوض الضغط. أثبتت الدراسات الحديثة أن استخدام أسلوب ضغط بطريقة متعمدة في المفاوضات يولد شعور سلبي عنيف للطرف الآخر ويدفعه للانتقام إذا تمكن منك. في أربع خيارات للتعامل مع الأساليب الضغط. رقم واحد ignore them التجاهل. رقم اثنين discuss them. رقم ثلاثة اللي هو مناقشة الأساليب العنيفة. رقم ثلاثة respond in kind رد على الأساليب العنيفة. رقم أربعة cover the other party اللي هو الاحتواء ان انت تحتوي الطرف الاخر. طيب typical hardball tactics اساليب التفاوض الضغط. ايه هي اساليب التفاوض اللي ممكن نستخدمها في حالة التفاوض التوزيعي؟ في 8 اساليب. رقم واحد الgood cup والbad cup اللي هو الشرطي الجيد او الشرطي السيء. على سبيل المثال ان احد اطراف التفاوض مثلا لو بيتكون من فردين ففي عملية التفاوض احد الفردين ده يقوم بدور ان هو شخص جيد وشخص يهمه العلاقات ما بين شركته مثلا او ما بين اللي بيمثله ما بين الطرف الثاني والطرف او الفرد الاخر يقوم بدور ان هو شخص سيء وشخص لا يهمه العلاقات ومتمسك بالشروط وبالطلبات بتاعه الطرف بتاعه او بتاعه الشركه او المؤسسه بتاعته. هو ده اول اسلوب اللي هو اسلوب الشرطي الجيد والشرطي السيء. شبهه برضو اللي هو اسلوب رقم 2 اللو بول والهاي بول الكره العاليه الكرة المنخفضة. الأسلوب الثالث اللي هو أسلوب البوجي اللي هو أسلوب التظاهر playing up an issue of little importance إن أنت تظهر للطرف الثاني أهمية شيء مش مهم بالنسبة لك علشان تصرف اهتمامه عن شيء مهم. على سبيل المثال في بند معين بالنسبة لك البند ده مهم جدا فأنت تركز على بند تاني مش مهم بالنسبة لك علشان تحسس الطرف الثاني أو تدي انطباع للطرف الثاني ان البند ده اللي هو مش واخد باله منه ان هو مهم مثلا فيهتم بيه فتصرفه عن البند المهم بالنسبة لك فتحصل عليه او تحصل على نتائج افضل. الاسلوب رقم اربعة اللي هو the nibble اسلوب الطلبات المحدودة ودوت اكتر الاساليب المستخدمة في المفاوضات. رقم خمسة اسلوب الchicken او اسلوب الدجاجة وده الاسلوب ده صعب جدا يا شباب في المفاوضات وهو ان كلا طرفي المفاوضات يكونوا مصممين ومصرين على موقفهم التفاوضي وما عندهمش أي استعداد للتنازل أو تقديم أي تنازلات لحد ما توصل المفاوضات مثلا لطريقة صعبة جدا أو لحالة صعبة جدا فيضطر أحدهم مثلا إن هو يتنازل أو يقدم تنازل أو يرضخ مثلا في المفاوضات والطرف الثاني يقبل بذلك أو إن المفاوضات تتم أو لا تتم. رقم ستة intimidation أو أسلوب الإكراه. رقم سبعة aggressive behavior اللي هو أسلوب السلوك العدائي. رقم تمانية وآخر أسلوب اللي هو السنو جوب اللي هو أسلوب تساقط الثلج. overwhelm the other party with information بأن أنت بتعطي للطرف الآخر معلومات كتيرة عن الموقف التفاوضي وعن مثلا السلعة أو عن البنود أو عن الشروط أو عن مثلا التراخيص أو أي كان
بتديله معلومات كتيرة علشان تشتته وعلشان تضغط عليه وعشان تفيدك في موقفك التفاوضي عشان تحصل على اتفاق أفضل أو إن أنت تحصل بفائدة أو تحصل على فائدة أعلى. وده كان آخر حاجة في محاضرة النهاردة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.